عقد القاضي نذير خير الله رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اجتماعا للمفتشين في فرع الهيئة بمحافظة اللاذقية، أكد فيه على استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم الممكن للمفتشين وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق عملهم. ونوه القاضي خير الله في معرض إجاباته على تساؤلات المفتشين بأنه يتم العمل على زيادة عدد المفتشين في اللاذقية إلى 47 مفتشا وتفعيل التأهيل والتدريب وأتمتة عمل الهيئة، وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة الوقائية لرصد المخالفات والحد منها، مؤكدا بأنه سيعاد تقييم عمل مديريات الرقابة الداخلية بالتعاون مع الوزارات المختصة والمحافظات لتكون سندا رديفا للهيئة. يشل الاطلاع على أوضاع العاملين في الفرع والتطلع إلى مقترحات معرفة معاناتهم سواء المعيشية أو العملية. طبعا من ضمن هالجولة وجهنا السادة المفتشين أيضا إلى ضرورة إنجاز الأعمال المكلفين فيها بسرعة قصوى، إضافة إلى موضوع الرقابة الأهمية الكافية، وذلك منعا لسرقة المال العام واستردادا للمال العام. يوجد في الهيئة كادر من المفتشين من أصحاب الخبرة بكل الاختصاصات، عندهم الإمكانية لأن يمارسوا كل المهام في كل الجهات العامة. دائما نحن بنحرص على العمل يكون وقائي. من جهته أكد السيد أحمد شيخ عبد القادر محافظ اللاذقية خلال الاجتماع استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لعمل الهيئة.